أحب أدي حضراتكم فكرة عن السكن الطلابي في جامعة الجلالة، والحقيقة السكن الطلابي بنعتبره من المميزات لجامعة الجلالة. ليه مميز؟ لأنه جوه الكامبس مش بره، بيتمتع الدورمز عندنا بسيكيورتي عالية جدا، هي عبارة عن غرف فندقية بتتراوح من 26 ل 29 متر، عندنا بنوفر حاليا اوض دبل بالاضافه الى السنجل رومز اللي كانت متوفره اثناء فتره الكورونا، لكن بعد ان فتره الكورونا انتهت الحمد لله بدانا نوفر للطلبه اوض دبل بحيث ان يبقى افوردبل بالنسبه لي. الحقيقه ان الدورمز في الجلاله الرومز اكوردنج تو ستاندرز، متوفر فيها كل اليوتيليتيز اللي هي تتيح للطالب ان هو يقدر ما يطلعش من الدورمز خالص. في اير كونديشن، مايكروويف، everything تقريبا، طبعا خدمه الواي فاي حاليا اب اند رانينج وبسرعه عاليه جدا، بتتيح للطالب ان هو يقدر يحضر محاضراته الاونلاين، يقدر ياكسس البلاتفورمز اللي احنا بنشتغل عليها. والحقيقه الدورمز كمان بقى فيها اكتيفيتيز ليليه، وهو ده شيء مميز جدا وبنعظمه كل سنه عن الثانيه، ان الطلبه بتقدر تمارس بعض الانشطه سواء بيستخدموا الملاعب، ملاعب التنس، ملاعب الباسكت، ملاعب كره القدم. مش بس كده، كمان عندنا اندورز اكتيفيتيز زي البلياردو اند سو اون.